اسمه بالتشكيل. نزل اسمه طبعا بالمناسبة حتى لازم نتذكر كثير من الإيجابيات، يعني إيجابياتك كثيرة، احنا مو اليوم جايبيك ننتقد. والله إيجابيات أنا أعتز بيها، يعني حتى لو الناس ما تريد تحكيها بس أعتز بيها، وأعتز بمئات الرسائل من يقول لي البرنامج الآن ما موجود ومولد فراغ، ناس يقولوا لك كأنما والله ما كور يعني رياضة، ما جاي نعرف ايش جاي يصير، لا قضية الاتحاد، يعني الأمور تاهت علينا. أكيد أستاذ أحمد، هذا الشيء يخليني نعم. أعتز. أكيد أستاذ أحمد، خلينا نستثمر الوقت، اترك كل الفقرات البقية، ريد تتحدث يا أبو آدم. الله يسلمك أبو آدم. موضوع يعني أكو ناس كانت تخطط لإعادة الحظر على الكرة العراقية، وجدتك معلومات أنت طرحتها، وبالبداية تعرضت إلى سهام نقد لاذعة جدا. قالوا كذب هذا الموضوع وغرض الإثارة. هذا أيضا يحسب الموضوع لك، مصادرك منين جبتها؟ والله من شخص مو بالعراق، خارج العراق. خارج العراق بيومها كان عندي لقاء ويا رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، اختصر لك اياه هيك سري، فنوهت قلت اليوم اللقاء ويا عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد، وما كان ببالي هذا الامر. نعم. اتصل علي شخص من امريكا، ما قال لي جاوبني الموضوع مهم قبل البرنامج بنص ساعه، يعني 10:30 ساعة. زين جاوبته، قلت له والله اسف عدوان ليش ما انت تسوي البرنامج؟ قال لا انا ما عندي شيء وياك بس انطيك معلومه. قلت له شنو؟ قال ترى الحظر بالعراق ما مرفوع. نعم. هو انا اعرف عنده علاقات وتواصل بالاتحاد الاسيوي. الاسيوي والدولي اكيد. قلت له شلون؟ قال الحظر ما مرفوع. منو ضيفك اليوم؟ قلت له رئيس الاتحاد. قال اساله وقل له اللجنه على شنو راح تجي؟ وانت راح تعرف الحظر مرفوع لو ما مرفوع. موضوع خطير يعني، ظليت اني بين اطرحه بين اثير، خاف زوبعه ويطلع ماكو شيء، خاف وهذا رئيس الاتحاد يقول لا منين جبت هذا الموضوع، وبعدين اطلع اني كانما اريد ارجع الحظر مثل ما الناس قالت. كثير من الاتهامات بهالصدد قالوا هو يريد يرجع الحظر علينا. فعلا الموضوع ثق راح من بالي، اخر 10 دقائق البرنامج اجى ببالي، فقلت لرئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، قلت له الحظر مرفوع عن العراق لو هو مرفوع؟ شفت ملامحه تغيرت، قال دزونا كتاب نريد نتاكد وكذا. بينما نناقش الموضوع خلص وقت البرنامج، بعدها اتصل علي قال لي مين هاي المعلومه؟ قلت له حصلتها. قال اي دزونا كتاب قالوا الحظر ما مرفوع. زين كانوا ضامين الاتحاد هذا أي الموضوع؟ اي معالني معالني. قال اللي سرب لك هاي المعلومه واحد من داخل الاتحاد. قلت له والله مو من داخل الاتحاد. يعني انت هذا تصرفك رد على الناس اللي تتهمك انت اتحاد الكره؟ اي تضربتهم وبهذا الموضوع. قال شلون مشكله؟ ازمه اثرت صارت قضيه شيء عام. نعم. البعض من الزملاء قالوا هاي كذب، من ضمنهم طه ابو رغيف وقتها نزل منشور قال هذا كذب الموضوع وماكو هيك، هاي كلها زوبعه. راحت الايام، اجت الايام طلع الكتاب موجود، والموضوع لو ما اثير في هذه اللحظه كان الحظر الى اليوم باقي على العراق. كان موجود موجود موجود، والدار كناب ردت الفعل وصارت ضجه وهذا ايضا موضوع تاني.